وانا بغيت نشكركم على هذه البادرة ثم الوفد المرافق لكم. فقد السيد وزير ان السي عز النوري التحق بنا في سنة 2013، وهو في الحقيقة لم تفقده يعني أسرة التجمع فقط، بل فقدته كل المكونات ديال شرائح المجتمع المدني في زيو، لأن هذا الشاب كان خدوما، كان رجل تربية وطبيعة الحال في سلك التربية والتعليم، وكان يؤدي أدوار متعددة في المجال الديني، فتكلف ببناء مسجد بأحد الأحياء هنا في مدينة زيو حي الوحدة من بدايته إلى نهايته، الله كمله واحد المدة ديال شهر ولا فاش تمت. وكان يساعد كل يعني شرائح المجتمع المدني، كان رجل خير، كان جمعويا ورجل تربية ورجل يهتم بالشأن العام. ومنذ أن التحق بصفوف حزب تجمع الوطن الأحرار لم يعني يلفت نظره يوما إلى جهة ما، رغم كل الضغوطات اللي نزلت على الأخ عز النوري، يعرفونها كل المناضلات والمناضلين ديال الحزب. فحقا هذا الرجل خلى واحد الفراغ كبير في المدينة، في جميع شرائح المجتمع المدني، كما أسلفت سابقا كان رجل جمعوي، رجل تربوي، رجل يهتم بالشأن العام، كان رجل منذ أن التحق لم نسمع منه يوما كلاما يعني يسيء أو كلام خارج عن الموضوع، فكان هادئا وكان رجلا طيبا، وكان يساهم في كل المحطات اللي بطبيعة الحال خاضها حزب تجمع الوطن الأحرار على مستوى تنسيقية مدينة زيو والمنطقة بصفة عامة في دائرة الوطا. كان يشتغل نائبا للمنسق المحلي، نائب أول للمنسق المحلي، وكذلك كان عضوا في الاتحادية الإقليمية لحزب تجمع الوطن الأحرار على مستوى إقليم النضم. فمرة أخرى سيد الوزير نسجل لكم بكل ارتياح هذه الخطوة الكريمة حول هذه الزيارة لهذه العائلة. واليوم كيف ما قلت لك، إلى كانت أسرة حزب تجمع الوطن الأحرار فقدت أحد أعمدتها هنا بمدينة زيو، فالمدينة كلها فقدت هذا الرجل نظرا للأعمال والخدمات التي كان يقدمها. كما عسى الله أن أقول لكم شكرا لكم وللوفد المرافق لكم السيد رئيس جامعة محمد الأول، سيد نائب برلماني سي محمد تحتوح، وكذلك سي علاء نائب رئيس الجهة، وكل الإخوة اللي حضروا هذه المناسبة، فشكرا لكم سيد الوزير. مناضل خلوق نزيه، الله يجعل ربي يتقبله في جنة الخلد. آمين. حقا تأثرت كما قلت لي عاد كمل المشجد، شوف الله سبحانه وتعالى. آمين. آمين. سيد الوزير. جينا اليوم مع الإخوان كنتقدم بصادق عبارات التعزية والمواساة في فاقدنا العزيز باسم تجمع الوطن الأحرار، وباسم الرئيس عزيز قنوش، وباسم كل الزميلات والزملاء ديالو على صعيد الجهة.
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وسجل له في الصالحات كل أعماله الطيبة في المجتمع المدني وفي المجال في كل المجالات بما فيها المجال الديني. الله يكثر، الله يصبر عائلته، ونتقدم لكل أصدقائه وأسرته الكبيرة والصغيرة بصادق عبارات التعزية والمواساة. وكما قال السيد الرئيس، لم تفقد أسرته الصغيرة أو أسرته الحزبية، بل فقدته المدينة والإقليم بكل مكوناته لما كان له من خصال حميدة ومن أخلاق نبيلة وما عرف عنه من نزاهة ومن استقامة ومن أخلاق عالية. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.